طيب خلونا ناخد الاستاذ امير نبيل ناقدنا الرياضي. استاذ امير برحب بحضرتك، مشرفني ومنورني. اهلا بيك استاذ يحيى وكل الساده المشاهدين. يعني كواليس كتير داخل نادي الزمالك وازمه كانت حاصله على السوشيال ميديا بسبب موضوع فرجاني ساسي، فانا هبدا يعني تحب ابدا من عند احمد توفيق ولا بن شرقي ولا فرجاني ساسي ولا سيبك انت تقول، اختار انت. طيب يعني خلينا نبتدي باللي يمكن الحدث، يمكن زي ما حضرتك كنت بتقول ان دايما الحدث اللي بيثار على السوشيال ميديا صحيح. احنا كاعلام مطالبين ان احنا نتكلم فيه عشان نوضح الرؤيه للجمهور. صحيح ان في بعض الجماهير بتتضايق، خاصه يعني اللي بيبقى اكثر انتباها او شايف ان هو ده بيأثر على فريقه او بيشتت الفريق او كده، ولكن في النهايه انت بتنقل الصوره يعني وفقا لاخر التطورات. صحيح. اخر التطورات طبعا بالنسبه لموضوع فرجاني ساسي يمكن الموضوع مش خافي عن خالص الجميع، والامور يمكن زي ما حضرتك قلت ان هو بنسبه اكثر من 90% ساسي قد يكون خارج نادي الزمالك. صحيح. الجزء الفاضل او المتبقي من ال 90% او يعني الاحتمالات البسيطه دي قد تتمثل في ان يعني تحصل مفاجاه لما يعود ساسي من تونس وقد يتم اقناعه بغير ذلك، ولكن الامور كلها تسير في اتجاه ان هو لن يستمر مع نادي الزمالك مع نهايه التعاقد. في النهايه لاعب محترف، في النهايه لاعب عقده بينتهي مع النادي، فبالتالي اعتقد الامور ممكن تسير بشكل طبيعي جدا ان هو يخرج من الباب الكبير زي ما بنقول، ان هو قدم كتير لنادي الزمالك، ايضا استفاد من نادي الزمالك، خد شعبيه كبيره جدا من نادي الزمالك ما حصلش عليها في تجاربه السابقه، فاعتقد ان الامور تسير بهذا الاتجاه، وده اللي يمكن بيدفع اداره نادي الزمالك اللي خلينا نخش على الملف الثاني ان هو زي ما حضرتك بتقول ان هو يجدد لبن شرقي. بالظبط كده، يمكن برضو بعد فتره العطله الدوليه هيبقى فيه اهتمام كبير جدا بالملف ده، مش بس بن شرقي، هيبقى فيه عندنا اكثر من لاعب في نادي الزمالك يمكن بينتهي عقوده في الموسم الجاي عشان ما نوصلش لقصه اللي هو برضو الدخول في الاشهر. شايف فكره استاذ امير، يعني خليني برضو اكلمك في نقطه مهمه، فكره وكلاء اللاعبين اللي ابتدوا يتكلموا وابتدوا يصرحوا وابتدوا يقولوا ان كل لعيب، هل وكيل اللاعب بيختار التوقيت؟ وكيل اللاعب دلوقتي بيضغط على مجلس إدارة نادي بعينه إن فلان جاي له عروض خليجية أو عروض خارجية كتير فأنت لازم تجدد له بالرقم ده، ولا هي فعلا جاي له عروض خارجية وممكن يكون بن شرقي بيغادر أو بيرحل وبيكمل بعد ساسي؟ مفيش شك ان وكلاء اللعيبه في الفتره دي مش بس على مستوى مصر، بنشوف على مستوى صحيح. العالم مينو رايولا، لان هي هو ده وقتهم. بالظبط كده، صحيح. بيبقى في فترات الانتقالات دايما بيبقى في جدل كتير على مصير اللعيبه، حتى اللعيبه المستمره عقدهم، يمكن حضرتك كنت بتتكلم على نماذج اللعيبه في النادي الاهلي واللي لسه عقدها مكمل. صحيح. الناس يمكن انتقدت التوقيت شويه، الناس بتتكلم فيه على عقود اللعيبه او فكره الرحيل عن النادي، خاصه عناصر اساسيه في النادي الاهلي. نفس القصه بالنسبه لعناصر في نادي الزمالك، يمكن عقدها مستمر ولكن دايما الحديث بيظهر عن العروض الخارجيه او العروض بقيمه ماديه اعلى في الاوقات اللي النادي هيبتدي فيها يتكلم عن تجديد عقد او هيبتدي فيها ان هو يمدد حتى العقد، مش مجرد حتى فكره التجديد. حتى لو كانت العروض دي يعني لسه ما وصلتش بشكل رسمي للانديه، فهي بشكل او باخر بتضغط على النادي ان هو يحاول يسارع من وتيره المفاوضات ان هو التجديد بالمقابل المادي المتاح وفقا لامكانياته. طبعا بيبقى كل نادي حاطط بادجت معينه ان هو هيقدر يتصرف فيها، لان بيبقى عنده اكثر من لاعب. يعني لو خدنا نادي الزمالك على سبيل المثال، اللعيبه اللي عقودها هتنتهي في الفتره الجايه، بنتكلم على بن شرقي، بنتكلم على زيزو، بنتكلم على عبد الله جمعه، بنتكلم على طارق حامد ايضا من العناصر مهمه جدا، بنتكلم على حميد احداث، فاعتقد ان اللعيبه دي لازم هيبقى في قرار بشأنها في الفترة الجاية. وطبعا يعني دي كلها ملفات هامة قصاد إدارة نادي الزمالك. صحيح. في الفترة فيما بعد العطلة الدولية. طيب خليني أقول لك برضو على حاجة مهمة جدا، وهي خلاص أنت بتقول بنسبة أكتر من 90% فرجاني ساسي هيرحل عن نادي الزمالك، هل في لعيبة مطروحة في أسامي اتحطت، ابتدى مجلس إدارة نادي الزمالك دلوقتي يفكر في أسامي خارج النادي، ولا هو الاعتماد الأول والأخير إن أنت دلوقتي ممكن يكون اللي موجود إمام عاشور واللي سامعينه ان احمد توفيق، واعتقد ان احمد توفيق بعيد كل البعد عن الحته اللي بيلعب فيها ساسي؟ بالطبع يعني يمكن قصه احمد توفيق مختلفه شويه، يمكن يعني هو صحيح لاعب عنده مرونه تكتيكيه. صحيح. او لعب في بيراميدز كظهير ايمن وكلاعب وسط وكلاعب وسط مدافع، ولكن ده ما يخليهوش برضو زي ما حضرتك بتقول ان هو مركز 8 ده برضو لا مستحيل، يعني هو حتى لو يلعب في نص ملعب يلعب 6 مكان طارق حامد، ملوش دعوه بساسي خالص.
بالظبط. والمركز ده نادي الزمالك ما عندوش فيه مشكله كبيره قوي، يعني ما عندوش المشكله كبيره. يمكن برضه بيعاني صحيح في غياب طارق حامد، لكن وجود محمود عبد العزيز لو استعاد مستواه، محمد اشرف فروع نفس الكلام لو استعاد مستواه، هيبقى فيه الى حد ما تغطيه للحته دي شويه. لكن مشكله نادي الزمالك فتره كبيره انه ما كانش عنده بديل لفرجاني سيسي. نتكلم على امام عاشور اللي هو البديل الاقرب ليه، لان هو نفس يعني الستايل اللعب، نفس المرونه اللي كان يعني بيتمتع بيها سيسي، عنده برضه جانب مهاري بيميزه. فاعتقد ان حتى في الفتره اللي شارك فيها لو تتذكر حضرتك مع المدرب جيمي باتشيكو، لما كان فرجاني ساسي ما بيشاركش برضه في القصه الجدل حوالين تجديد عقده في الدور الاول، برضه قعد بعض المباريات ما شاركش، وكان في اصابه كان تعرض ليها، فكان بيقدم مستويات كويسه جدا امام عاشور. ولو مزيد من الخبره والتركيز هيبقى برضه ممكن نادي الزمالك يعتمد عليه بشكل اساسي في الفتره المقبله، وان كان ده ما يغنيش على ان انت برضه هتحتاج بديل برضه في نفس المركز ده، لان مش هيبقى اعتماد على لاعب واحد فقط في هذا المركز، يعني خاصه في الفتره الجايه هيبقى في ضغط كبير ان انت محتاج في الفتره الجايه صفقات، محتاج ان انت تدعم الفريق بشكل كبير جدا. طيب عايز اتكلم عن نقطه ثانيه وهي كارتيرون ومشواره مع نادي الزمالك، وكلام ابتدى يطلع في خلال 48 ساعة ان كارتيرون بيفاوضوا نادي الترجي. الكلام ده ايه صحته، وهل كارتيرون ممكن يرحل عن نادي الزمالك مرة تانية ولا لا؟ ويمكن من خلال بعض التواصل مع صحفيين في تونس او زملاء يعني في المتابعين للشأن التونسي، اعتقد ان هو يعني ضغوط كبيرة على معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي، او صحيح. الجدل اللي حوالين اللي بيقدمه مع فريق الترجي. صحيح ان هو توج ببطوله الدوري، صحيح ان هو وصل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا وهيواجه النادي الاهلي، لكن في حاله من عدم الرضا شويه عن معين الشعباني اللي الترجي. بالظبط، وشايفين ان يعني هم اتكلموا عن حته ان في حاله الترجي لو خسر من النادي الاهلي هيتم اقاله معين الشعباني، وممكن الكلام طالع كتير قوي عن كارتيرون، وهو ده اللي خلاني اسال حضرتك. بالظبط كده، يمكن اسم كارتيرون اتطرح في الفتره الاخيره، يمكن مش بشكل رسمي ولكن كخيار بشكل كلام وكلاء. بالظبط كده، بالظبط، لان كارتيرون طبعا معروف خبرته في الكره الافريقيه، فبالتالي لما يدور الترجي التونسي عن مدرب اجنبي ان هو يبقى خليفه او يخلف معين الشعباني في الفتره المقبله، اعتقد ممكن يلاقوا كارتيرون، خاصه يعني مع خبرته ان هو خد قبل كده دوري ابطال افريقيا مع مازيمبي. فاعتقد يعني طموحات نادي الترجي قد ان هو تتمثل في مدرب زي كارتيرون، وان كان هو نفى نفسه ان هو فكره ان هو عايز يرحل عن نادي الزمالك في الفتره المقبله. طبعا ما كانش حد برضه يتوقع رحيله في فترته الاولى عن نادي الزمالك، ورحل بشكل مفاجئ، ولكن يعني في الفتره الحاليه هو بيؤكد ان استمراره، وبيؤكد ان هو مستمر عايز يفوز بثنائيه الدوري والكاس مع نادي الزمالك، فده يمكن اللي خلاه يعني برضه بيصرح يعني او بيأكد ان هو في الفتره اللي فاتت كان في كلام كتير جدا على يعني رحيله عن نادي الزمالك، وكان مستغرب الحقيقه من الكلام او الاشاعات اللي بتصار في الشان ده، وان كان طبعا ده ما يمنعش ان هو كمدرب لازم هيديله عروض، ولازم هيبقى اسمه مطلوب سواء على مستوى الترجي او الانديه الافريقيه او حتى في الخليج زي ما كان له اكثر من تجربه قبل كده. طبيعي يعني. استاذ امير نبيل بشكرك شكرا جزيلا وعلى كل المعلومات طبعا، ودايما بسعد بوجود حضرتك معايا، بشكرك شكرا جزيلا. طيب يعني كلام كتير وحدوته كده داخل نادي الزمالك، سواء عن فرجاني، بن شرقي، زيزو، مؤخرا كارتيرون، النادي الترجي التونسي ابتدى كده يبقى فيه كلام وكله. طيب خلونا نقفل موضوع نادي الزمالك، نروح للنادي الاسماعيلي اللي اعلى